بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام من كتاب الكافي الشريف ولازلنا في الحديث الثاني حيث يسأل عبد الأعلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن أمور في هذا الصدد وصلنا إلى هذا المقطع بأن عبد الأعلى يسأل أن في آل أبي طالب هناك من هم أسن من الإمام يعني أكثر عمراً ومنهم من هو اصغر منه. فبماذا نعرف الامام اذا السن ليس بملاك؟ يقول الامام في جوابه: يعرف صاحب هذا الامر بثلاث خصال لا تكون في غيره. هو اولى الناس بالذي قبله وهو وصيه وعنده سلاح رسول الله ووصيته. وذلك عندي لا أنازع فيه. ثلاثة أو ثلاث علامات ودلائل على الإمامة وقد ذكرناها فيما مضى مفصلا ولذا في هذه الحلقة نشير إليها مختصرا. العلامة الأولى أنه أولى الناس بالإمام السابق وقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقد ذكرنا أن هذه الآية في الإمرة. وأما الآية التي في سورة الأنفال فتلك حول الإرث. هذه الآية في سورة الأحزاب حول الإمرة، من هو الذي يكون حاكما على الناس؟ والأمر والنهي له. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي صلى الله عليه واله. بعد النبي هل لازواجه شيء من الامره والاولويه؟ الجواب كلا، وازواجه امهاتهم زوجات الرسول لا شان لهم في الامره والامر والنهي، وانما لهن منصب شرفي هو أنهن أمهات المؤمنين والأمومة هنا بمعنى أنهن لا يجوز الزواج بهن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كما في آية أخرى فالأمر لمن وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من هو أقرب الناس رحما الى رسول الله صلى الله عليه واله علي بن ابي طالب عليه السلام. فهو الذي تكون له الامره من بعد رسول الله صلى الله عليه واله ولذا الرسول في يوم الغدير قال: الست اولى بكم من انفسكم؟ اشار الى هذه الايه قالوا بلى قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذه المقدمه لاجل بيان ان الولايه والاولويه بالتصرف تكون لعلي بن ابي طالب والمولى هنا بمعنى الاولى بالتصرف بقرينه فعل الرسول وبقرينه كلام الرسول وهذه المقدمه وكل ولد اكبر هو اولى بابيه من سائر القرابات. إخوة الميت، أبناء عمومة الميت، عمومة الميت، هؤلاء أبعد للميت من ابنه. وأبناء الميت أقربهم إليه هو الولد الأكبر. فمن بعد أمير المؤمنين، هذه الآية تدل على الإمام الحسن. وهذه الآية فيها تخصيص واحد خصصت لأنه ما من عام من إلا وقد خص، بالنسبة للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، بعد الإمام الحسن الإمامة والأولوية بالتصرف انتقلت إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، مع أنه شقيقه، مع أنه أخوه، تخصيص للآية بالدليل الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وعن امير المؤمنين وعن الامام الحسن وبالاجماع. ومن بعد الامام الحسين الايه تجري بدون تخصيص. اكبر الاولاد للامام الحسين الامام زين العابد زين العابدين عليه الصلاه والسلام. واكبر الاولاد للامام زين العابدين الامام الباقر وهكذا الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا ذكرنا الاولاد الأحياء مو الولد الميت وإلا عليون الأكبر عليه الصلاة والسلام هو أكبر من الإمام زين العابدين لكنه استشهد, لكنه استشهد في حياة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فلما استشهد الإمام الحسين أكبر أولاده الأحياء كان الإمام زين العابدين أكبر الأولاد الأحياء من غير عيب لأنه إذا كان معيوباً فهو لا دليل على انه ليس بإمام كما مر تفصيله، فإذا العلامة الأولى للإمام هو أولى الناس بالذي قبله، العلامة الثانية التي يذكرها الإمام الصادق هنا وهو وصيه، هذه العلامة الثانية لمن أوصى لأن الميت يمكن أن يوصي لولده الأكبر أو لولده الأصغر أو لسائر قراباته أو لواحد أصلا مو قريب يمكن ذلك لا يشترط في الوصي أن يكون الولد الأكبر فالإمام السابق يجعل الإمام اللاحق وصيا له هذه العلامه الثانيه واما العلامه الثالثه وعنده سلاح رسول الله ووصيته سلاح الرسول يكون عندما مر سابقا باب مفصل بان السلاح في هذه الامه اي ان سلاح رسول الله صلى الله عليه واله في هذه الامه كالتابوت في بني اسرائيل. التابوت كان اذا استقر عند باب بيت ناس من بني اسرائيل هذا كان الدليل على ان النبوه فيهم. كذلك سلاح رسول الله صلى الله عليه واله. كان عند امير المؤمنين علي وتوارثه الائمه وهو الان عند الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعنده سلاح رسول الله ووصيته. شنو هاي الوصيه؟ وصيه رسول الله. اما الوصيه النازله من السماء كما مر مفصلا. هناك وصيه نزلت من السماء مكتوبه مختومه وفيها اسماء الائمه ومهامهم ومهامهم يعني كل امام شنو مهمته يفتح الوصيه يشوف ما هو مكتوب فيها ويعمل بها الله سبحانه وتعالى انزلها هذه الوصيه المكتوبه على رسول الله محمد صلى الله عليه واله ويتوارثها الائمه هذه ثلاث علامات للامام زين عبد الاعلى يسال يقول ان ذلك مستور يعني سلاح الرسول صلى الله عليه واله ووصيته مستوره الجواب ان العلويين كانوا يعلمون بذلك واما عامه الناس الذين لا يعلمون بذلك بس العلامتان الاوليتان معلومه لهم هذا أكبر أبناء أبيه وهذا وصيه هذه علامة واضحة حتى في زمن التقية بعد هذا أكبر الأبناء لا يمكن ستره ولا تقية فيه الأب أوصى إلى أكبر الأبناء هذا يشتهر عند الناس ولا تقية فيه الأب أوصى إلى ابنه شنو يعني تقية فيه؟ اي اوصى اليه بانه يكون هو الامام من بعد هذا يصير فيه التقيه اما جعله وصيا في شؤونه ولذا الامام الصادق هنا يذكر قضيه وذلك عندي لا انازع فيه قلت ان ذلك مستور مخافه السلطان قال لا يكون في ستر الا وله حجه ظاهره صحيح السلاح والوصيه مستوره لكن اكو دليل ظاهر وهما العلامتان الاوليتان ثم بعد ذلك الامام الصادق عليه السلام يذكر وصية أبيه الإمام الباقر له إن أبي استودعني ما هناك يعني ما هو موجود من مواريث الأنبياء وفيه سلاح الرسول ووصية الرسول فلما حضرته الوفاة قال لي: ادع لي شهودا. فدعوت أربعة من قريش فيهم نافع مولى عبد الله بن عمر. أربعة أشخاص من شخصيات المدينة الإمام الصادق دعاهم. قال: اكتب بحضور هؤلاء الشهود. هذا ما أوصى به يعقوب بنيه. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية يعقوب لبنيه، الله سبحانه وتعالى يذكرها في سورة البقرة الآية 132 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب بالموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى آخر الآيات من جملتها هذه الآية: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني كونوا على الإسلام دائما حتى إذا جاءكم الموت متم مسلمين، لأن الإنسان ما يدري متى يموت. فأنت الآن في أي حالة، أنا في أي حالة، لا أدري أنه هل الموت يأتيني وأنا في هذه الحالة أو لا يأتيني، فلذا لازم الإنسان دائما يكون في حالة إيمان، حتى إذا جاءه الموت، جاءه وهو مؤمن، لأن المناط الحالة التي عليها الإنسان حين موته. إذا هو طول عمره كافر لكنه أسلم ومات وهو مسلم فهذا يحشر مع المسلمين إلى الجنة. وإذا طول عمره كا مسلم لكنه كفر بالله ثم جاءه الموت وهو كافر فهذا يحشر مع الكفار. لذا الإنسان دائما لازم تكون حالته حالة إيمان. اكو بعض الناس يذهب الى مثلا يرتكب الفسق، هو شاب صحيح سليم. يقول ليش يرتكب الفسق؟ يقول الله كريم واني اتوب. شنو انت عندك ضمان انه تعيش الى حين التوبة؟ عندك ضمان انك لا تموت في حال ارتكاب المعصية. قبل ايام حدث حدث ثلاثة من الشباب في منزل من منازل احدهم اجتمعوا لشرب الخمر شباب وكان الخمر مغشوشا يعني كحول صناعي سبيرتو لم يكونوا يعلمون بذلك فشربوا الخمر وماتوا لان السم هو كحول الصناعي سم فماتوا يقول أحد الأصدقاء أنه أنهم صوريهم وعوائلهم كانوا مجتمعين عليهم ويبتشون وكذا الإنسان ما إلى ضمان أنه متى يموت متى يعيش إذا لازم دائما حالته تكون حالة إيمان فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يوصي إلى الإمام الصادق بحضور هؤلاء الشهود من قريش صدر الوصية بهذه الآية تبركًا، ولأنها تتضمن أهم وصية. الوصايا في الأمور المالية، في الأمور العائلية، في سائر الأمور، هذه قد تكون وصايا مهمة. أما الدين أهم شيء، لأنه يرتبط بمصير الإنسان إلى الأبد. فخير وصية الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى زين بقية الوصية قال أكتب وأوصى محمد بن علي عليه السلام إلى ابنه جعفر بن محمد عليه السلام وأمره أن يكفنه في برده الذي كان يصلي فيه الجمع الثوب من البردة الذي كان يصلي فيها في ايام الجمعة او صلوات الجمعة، البردة في ذلك الزمان افخر الثياب، والانسان يستحب حينما يصلي وخاصة في يوم الجمعة حينما يذهب إلى المسجد، أن يلبس أفضل ثيابه، وأن يتعطر، وأن يتمشط، يعني يكون متزين لأن الله سبحانه وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد فهذه البردة التي كان يصلي فيها الجمع يبدو أنه خاص بالصلوات أن يكفنه في هذه البردة وأن يعممه بعمامته لأن يستحب الميت إذا كان رجلا أن يشد على رأسه عمامة وإذا كان امرأة الميت يستحب أن يوضع على رأسها قناعا هذا إضافة إلى المقدار الواجب من الكفن اللي هو ثلاث قطع وأن يعممه بعمامته وأن يربع قبره يعني يجعل القبر مستوي ويرفعه أربع أصابع بمقدار أربع أصابع هذا مستحب رفع القبر حتى يبقى أثر القبر ثم يخلي عنه أيضا من المستحبات أنه الميت حينما وضع في القبر أن الأطمار يعني هذه الخيوط التي شد بها الكفن أن تفتح من طرف الرأس ويوضع خده على التراب وأن يخلي عنه. هذه الوصية فقال: أطوه، كتبت الوصية؟ خلاص سد الوصية أطويها ثم قال للشهود: انصرفوا رحمكم الله. الإمام الصادق يقول: سألت الإمام الباقر فقلت بعدما انصرفوا ما كان في هذا يا أبت أن تشهد عليه يعني هذه الأمور أمور جدا عادية ما تحتاج أن تجيب شهود أن تكفن في بردته وتعمم بعمامته وتربع قبره وعندما تضعه في القبر مثلا تحل عنه الخيوط اللي بطرف الرأس لتضع خده على التراب عادة الانسان يأتي بالشهود لامور مهمة امور يخشى ان مثلا تنسى يخشى ان تخالف امر مهم تجيب شهود من قريش من شخصيات قريش على هذه الامور البسيطة جدا اللي الدفان او الكفان العادي يسويها ما كان في هذا يا ابتي ان تشهد عليه يعني ان تجعل عليه شهودا. الإمام الباقر قال الغرض مو هذه الأمور الغرض حتى الناس يفتهمون أني قد أوصيت لك يفتهمون أنت وصي هذا هو الغرض فقال إني كرهت أن تغلب تغلب يعني أكو مجموعة عندهم القوة والسلطة كذا يجون يدعون أنهم هم الأوصياء كرهت أن تغلب وأن يقال إنه لم يوصي فأردت أن تكون لك حجة بعد ذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما ينقل هذه القضية يقول إذا الراكب اللي من الناس الوفد الذين جاءوا من الأماكن البعيدة ليعرفوا الإمام يسألون يجون يسألون من هو الوصي يقال الوصي فلان الغرض هذا حتى يشتهر بينه عامة الناس فهو الذي إذا قدم الرجل البلد قال من وصي فلان؟ قيل فلان. هسه إذا في زمان تقية والإمام السابق جعل عدة من الأوصياء مثل ما الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أوصى إلى خمسة المنصور وحاكم المدينة وأوصى إلى زوجته حميدة وإلى الإمام الكاظم وإلى عبد الله الأفطح إذا أوصى إلى عدة أشخاص ماذا يفعلون الجواب القرائن موجودة مثلا في هذه القضية عندما أبو حمزة الثمالي كما ذكرنا في مضى سمع بهذه الوصية بين انه الامام بين الامام المنصور وحاكم المدينه حاكمان جائران لا يكونان من الائمه حميده امراه او حميده امراه لا تكون اماما عبد الله الافطح معيوب معوق لا يكون اماما فلا ي... فلم يبقى الا الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام قلت فان اشرك في الوصيه قال تسالونه فانه سيبين لكم تروحون إلى الإمام وغير الإمام تسألوه، وتعرفون الإمام من غير الإمام، مثل ما بعد استشهاد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، عبد الله الأفطح فتح باب بيته مع أنه كان معوقًا معيوبًا، وادُعيت له الإمامة، أو هو ادعى الإمامة، والإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام جالس في داره. كانوا يأتون ويسألون عبد الله الأفطح عن بعض المسائل ما كان يدري فعرفوا أنه ليس بالإمام أجوا إلى إمام الكاظم سألوا عن تلك المسائل فأجابهم فعلموا علموا أنه الإمام قال تسألونه فإنه سيبين, سيبين لكم وأما الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب فهو بنفس مضمون الحديث الأول والحديث الثاني لذا نتبرك بقراءة هذا الحديث عن محمد ابن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلحك الله هذا الدعاء مثل رحمك الله أصلحك الله مو معنى أنه أنت لست بصالح أدعو الله أن يصلحك لا أدعو الله أن يستمر في صلاحك مثل ما إحنا نقول في سورة الحمد اهدنا الصراط المستقيم هسه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة والصلحاء كانوا يتلون هذه السورة في كل يوم في صلواتهم وفي غير صلواتهم اهدنا الصراط المستقيم هذا مو معنى أنه نحن ظلال وندعوك أن تهدينا بل يمكن أن يكون الإنسان هو على الصراط المستقيم ويدعو الله بأن يثبته على ذلك الصراط بأن يستمر في هذا الطريق أصلحك الله بلغنا شكواك يقال اشتكى من المرض بلغنا شكواك يعني بلغنا مرضك طبعا بعبارات مهذبه يقول لي خو مو من الادب ان تقول لواحد خو انت اذا متت منو بعدك؟ مو من الادب فلذلك بعبارات لطيفه هذه تبين احيانا الانسان يبين الكلام بطريقه غير مناسبه واحيانا يبين الكلام نفسه لكن بطريقه مناسبه بلغنا شكواك. وأشفقنا الإشفاق هو حب مختلط بالخوف أو خوف مختلط بحب بلغنا شكواك وأشفقنا فلو أعلمتنا أو علمتنا يعني منو بعدك بعبارات مهذبة يقول علمتنا أعلمتنا بمعنى واحد إما التكرار للتأكيد أو أحد الرواة ما درى أنه سؤال كان السؤال كان بأعلمتنا أو بعلمتنا أو أعلمتنا وعلمتنا أحد أحدهما للوصف والآخر للإسم فلو أعلمتنا أو علمتنا من ما كمل الكلام هم من يكون بعدك قال إن عليا كان عالما الإمام لم يبين الشخص للتقية لكن بيّن الوصف الذي ينطبق عليه إن علي عليه السلام كان عالما والعلم يتوارث أمير المؤمنين هذا اتفاق المسلمين أنه أعلم الصحابة أقضاكم علي طبعا أقضاكم علي إذا ال الذي يكون أقضى يعني هو الأعرف بالقضاء معناه انه يكون الأعلم في سائر المسائل لأن القضاء يرتبط بجميع المسائل. أعلمكم علي أنا مدينة العلم علي بابها، وأحاديث كثيرة متواترة. أن عليا عليه السلام كان عالما والعلم يتوارث، يعني باستشهاد علي هذا العلم لم يُرفع، لا بقي، بقي في الحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام. فلا يهلك عالم إلا بقي من إلا بقي من بعده من يعلم مثل علمه ذكرنا أن الهلاك في اللغة العربية ليس له ظلال سلبي ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك يعني هلك يوسف قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا أي في سورة غافر الهلاك يعني الموت فلا يهلك عالم الا بقي من بعده من يعلم مثل علمه او ما شاء الله او ما شاء الله اما اشاره الى اخر الاوصياء حينما يموت تقوم القيامه او اشاره بان الله سبحانه وتعالى يزيد علمهم وقد مر سابقا ان الله سبحانه وتعالى يزيد علم الرسول والانبياء والائمه الماضين والإمام الحاضر لئلا يكون الآخر أعلم من السابق قلت أفيسع الناس إذا مات العالم ألا يعرفوا الذي بعده قال أما أهل هذه البلدة يعني المدينة فلا وأما غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم إن الله يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. قلت: ارايت من مات في ذلك في تلك الفترة فترة التحقيق هذا الوفد طلع واحد من الوفد بالطريق مات. واحد من الذين كانوا في البلدان قبل رجوع الوفد مات. وهو لا يدري من هو الامام. قلت ارايت يعني اخبرني من مات في ذلك؟ قال هو بمنزله من خرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. هذه اشاره الى الايه. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. قلت فإذا قدموا بأي شيء يعرفون صاحبهم هسه وصل الوفد إلى المدينة شلون يعرفون أنه هذا هو الإمام في ظل التقية هسه من العلائم الوصية من العلائم العلم شافوا مجموعة أوصياء الإمام قد أرخى عليه سترة ما يقدرون يوصلوا له حتى يسألوه كيف يعرفون الإمام فإذا قدموا بأي شيء يعرفون صاحبهم قال يعطى السكينة والوقار والهيبة السكينة هيئة نفسانية تنشأ من ثبات القلب قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين الوقار هيئة بدنية تنشأ من اطمئنان الأعضاء، يعني السكينة نفسية والوقار جسماني، البعض قالوا بالعكس. الهيبة خوف مع إجلال أو خوف من إجلال، تقول أخذته هيبته أخذتني، الهيبة شنو هي؟ الهيبة خوف، لكن مع إجلال المخوف منه. يقول بس ما تشوفه الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبك السكينة، يلقي في أعضائك الوقار. يلقي في قلبك الهيبه هذا من فعل الله لان الله سبحانه وتعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فالله سبحانه وتعالى يشوف ان هؤلاء الناس يطلبون الحق فيلقي في قلوبهم وفي اعضائهم السكينه والوقار والهيبه من ذلك الامام نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى طبعا هذا الحديث لأنه شرحناه في الحلقات الماضية تبركنا بذكره بشكل مختصر هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين